السلام عليكم أيها الأحباب، في الحلقة الثانية من سلسلة قيام الدولة، وخاصة قيام الدولة المحمدية. صح رمضانكم، صح فطوركم، صح سحوركم، والتحية دائما للمرابطين المجاهدين في غزة وكل شعب غزة، وإن شاء الله أنتم فخر وعزة هذه الأمة. كنت تكلمت في الحلقة السابقة عن أهم وقفة تاريخية أعتبرها في قيام الدولة المحمدية، وهي السنة العاشرة من البعثة، ما يسمى أيضا بعام الحزن، واللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام في درجة من الضعف، في درجة من الإهانة، في درجة من الاستضعاف، في درجة من القهر لا أعتقد أنه مر بها بشر من قبل. في الوقفة متاعه أنه بعد 10 سنوات من نزول الوحي يجد نفسه أنه معه فقط 150 شخص، رجل وامرأة، 80 منهم ذهبوا إلى الهجرة إلى الحبشة حفاظا على أنفسهم، 70 بقوا في مكة، أغلبية الساحقة نتاعهم هم مجرد عبيد، موالي ومستضعفين رضي الله عنهم. هذا ليس إقلال من قيمتهم، لكن في المرحلة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب هو الحامي له، بما أنه سيد بنو هاشم وسيد مكة أيضا. 3 سنوات وهو محاصر مع كل أهله في الشعب، وكثير من أهله من بنو هاشم ليسوا مسلمين، لم يدخلوا في الإسلام بعد، لكن مع ذلك نخوة العائلة ونخوة القبلية دعتهم أنهم يستجيبوا لأبو طالب ويحافظوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعوا من الأكل والطعام، منعوا من الشرب، منعوا من المعاملة مع الحجيج، ومنع حتى عليهم الزواج من غير بنو هاشم. بعد أن مزق بعض من سادة قريش تلك الصحيفة الظالمة، بعد 3 سنوات من القهر، بعد 3 سنوات من الحصار، بعد 3 سنوات من التعذيب والقتل كما يحصل لخوتنا في غزة حاليا، خرجت زمرة من 6 أشخاص ومزقت تلك الصحيفة وقالوا فيها: كيف نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم يموتون في الشعب. بمجرد خروجه من هذه الأزمة صلى الله عليه وسلم يتوفى أكبر حام له وأكبر نصير له في قريش، وهو عمه أبو طالب. وبعدها ب3 أيام، وفي أقوال أخرى في السيرة تقول شهر، تموت حبيبته وزوجته سيدتنا خديجة رحمها الله ورضي الله عنها وأرضها. كل هذا يخرج النبي ليكمل الدعوة نتاعو، فيذهب للطائف فيقابل تلك المقابلة التي حكينا عليها بالسب والشتم والطرد وحتى بالضرب. وهو راجع يصل الأمر إلى أقصى حد من الظلم والاستهانة والاستضعاف. تمنعه قريش من دخول مكة، تمنعه قريش من دخول وطنه. هذه الوقفة لماذا أعتبرها أنها أعظم وقفة ووقفة أو تاريخ مفصلي في قيام الدولة، في قيام الدولة المحمدية؟ بكل بساطة لأنه هذا التاريخ بالنسبة لي هو التاريخ الفارق. بالنسبة لي لو غيرنا السيناريو كان يمكن أن تتوقف البعثة كما فعل سيدنا يونس عندما ذهب مغاضبا، أو يستجيب النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا جبريل عندما قال له: معي، بعث الله معي ملك الجبال، إذا أردت سيطبق عليهم الأخشبين، والأخشبين هم جبلين على مشارف الطائف. كان يمكن أن يقول نعم فقط، أمر إلى الملك فيفعل ذلك، لكن صلى الله عليه وسلم قال: لعل يخرج الله منهم قوما يعبدونه. رجع إلى مكة فيوقفه فراعنة مكة، فراعنة الزمان في ذلك الوقت، وعلى رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام، ويقول له: لا دخول لبلدك فأنت خائن، فقد ذهبت للطائف. بالدارجة الجزائرية قالوا له: أتستقوى علينا بالخارج؟ قالوا له:
حبيت تجيب لنا الناتو بالك؟ قالوا له أنت مجرد خائن، رحت تبيع. قالوا له المشاكل أنت لازم نغسلوها في مكة، تحتاج أنت تخرج. فلم يجد أحدا، فلم يجد فما لقاش النبي عليه الصلاة والسلام أحد عاقل في مكة ينصره، أو يقول حتى لفراعنة مكة اتركوه وشأنه، خليه يدخل إلى بلده. وهنا نزلوا تاني صورة أخرى، وهي مدى الضغط ومدى الحصار اللي تعرضوا له الصحابة السبعين اللي كانوا حاضرين، السبعين اللي كانوا معاه، منهم أبو بكر، منهم عمر، اللي ما هاجروش للحبشة وكانوا فيهم الأسياد. رغم ذلك، رغم أنهم أسياد، لكن عائلاتهم حاصروهم لدرجة لا تتصور. فلم يستطيعوا حتى أن ينصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، لأن فراعنة مكة في ذلك الوقت غلبوهم بالقوة، غلبوهم بالمال، غلبوهم بالحصار، وغلبوهم أيضا بالمنع نتاعهم من الدعوة، باش يكثر العدد نتاعهم وتصبح الدعوة نتاعهم قاعدة تنتشر. فنشر الدعوة في حد ذاتها منعتها قريش. فتصوروا معي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وحده، فوقه ربه برك، وناس منعينه من دخول وطنه، لم يتوقف النبي. فهنا حاول يطلب الجوار، والجوار هو عادة عند العرب في الجاهلية، أنه إذا استجار إنسان بك وجاورته وأعطيته الجوار فهو في حماك. وراح نشوفوها يعني في السلسلة، راح نشوفوها كثير من الأمور تحدث بهذا الشكل أو بهذا العادة اللي كانت هي عادة حميدة. شوف رغم جاهليتهم، ولذلك أحيانا نقول شوف مروءة الجاهلية، نقول الحكام نتاعنا الذين لم يحركون حتى الإصبع الأصغر من أجل غزة، قلنا لهم كونوا حتى عندكم المروءة، مروءة الجاهلية، لا نريد منكم عزة الإسلام، لا نريد منكم عزة صلاح الدين وعزة عمر وعزة الصحابة وعزة السلف، نريد منكم أن تكونوا عندكم مروءة كمروءة الجاهلية فقط. إذن طلب النبي عليه الصلاة والسلام من واحد منهم اللي هو الأخنس بن شريط، فقال له أنا لا أقدم جوار ضد قومي. فشوفوا الحالة اللي وصل لها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أصبح يطلب الجوار من أي واحد من السادة نتاع قريش. فطلب الجوار من سيد من أسياد قريش أيضا، اللي هو سهيل بن عمر، اللي راح نشوفوه أيضا لأنه عنده وقفات كثيرة سواء في الكفر أو في إسلامه بعد ذلك. فرفض بنفس الشرط نتاع الأخنس بن شريط، وقال له أنا لا أعطي جوار ضد قومي. وهنا رأى مطعم بن عدي يمر فطلب جواره، قال أو فعلوا ذلك؟ قال حتى يقول العرب أن قريش تمنع سادتها أو تطرد سادتها. ومطعم بن عدي هذا ما نقدروش نقوله رضي الله عنه، لأنه بكل بساطة مات قبل أن يسلم. رغم ذلك مطعم بن عدي في هذه الحادثة، وفي حادثة كان هو من الستة الذين قطعوا أو صادروا الصحيفة، ومن الناس اللي قال أو نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم يموتون، وكان أيضا في دار الندوة ممن قاموا ضد أبو جهل باش يقولوا يجب أن نوقف هذا الأمر. يعني شوفوا المواقف نتاع هذا الرجل، رغم أنه لم يسلم، لم يرزقه رب العالمين بالإسلام، ورغم أنه سهيل بن عمر أسلم وحسن إسلامه فيما ذلك، وعنده اثنين من الصحابة من أفضل الصحابة ومن أعظم الصحابة في تاريخ قيام الدولة المحمدية. يطلب مطعم بن عدي ستة من أولاده أن يلبسوا الحديد ويلبسوا عدة الحرب ويجيبوا السيوف نتاعهم، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام بداوه للكعبة، بدأ يطوف وهم واقفين يحوصونه. فجاءوا ليه أباطرة قريش على رأسهم دائما عمرو بن هشام أبو جهل، قال له أجوار أم صبأت يا مطعم بن عدي؟ قال له بل هو جوار، ومن يلمس محمد فقد لمسني، يعني من الأخر اللي قاس وقاس هو في حمايتي. بعد ذلك قالوا له لأنه إذا صبأت، لو كنت صبأت لقاتلناك. والعبرة اللي ناخدوها على حكيك الحكاية تاع دخول النبي كيف دخل إلى مكة، حكاية هذه فيها عبرة كبيرة. طبعا لا يستطيع إنسان من البشر أن يتحمل ما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبرة كبيرة لكل هذا ما حصل للنبي في عام الحزن،
يهزوا أي مناضل على الحق قاعد يتعرض إلى السب، الشتم، الضرب، الاعتداءات، قاعد يتعدى، قاعد يتعرض إلى منعه من دخول وطنه. هذه خاطئ التهديدات وخاطئ كذا، يهزها فقط ويوزنها مع ما حصل لأشرف البشر. يلقى ربما راحة في نفسه أنه يقول أني ربما، يعني باش ما يزكيش الإنسان نفسه، على خطى النبي وعلى خطى الصالحين. العبرة الثانية اللي نهزوها من الحادثة هذه واللي لازم أعتبرها أيضا فارقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على كفار، أراد جوار الكفار. هذا دليل على أنه يجوز أنك تجاور وتعتمد على الكفار في طريقك إلى الحق بدون أن تترك معتقداتك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له، لم يشرط عليه، ولم يقل له اترك دينك وندخلك وكذا وكذا وكذا، لأنه يعرف أنه لن يفعل، ما يفعلهاش النبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان على الحق مستحيل يغير، مستحيل يترك واحدة من المبادئ نتاعه، فما بالك من تركوا وارتدوا، وحنا شفناها في الحراك نتاعنا. وقلت لكم أنه هذه السلسلة ستكون مقاربة كبيرة بين ما يحصل في غزة، بين ما يحصل في العالم، بين ما يحصل معنا، باش نعرفوا أنه كما قال علامتنا الكبير ابن خلدون، التاريخ يعيد نفسه، يتغير الأشخاص، يتغير الزمان، يتغير المكان، إلا أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كل هذا القهر وبعد كل هذا الاستضعاف اللي وصل له النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي ما يقدرش يتحملها البشر، رغم أنه ذلك تحملها النبي وتحملها الصحابة نتاعو، رغم كل ذلك جاه الملك باش يخسف بهم ولم ينتقم. والعبرة اللي ناخذها أيضا أنه اللي يحب يقود ويبني ليس هنا للانتقام، ماهوش من الانتقام، رغم أنه حصلت حتى مع أنبياء وحكيناها، باش ما نقولوش بشر عاديين. سيدنا نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ضيارة. سيدنا يونس فذهب مغاضبا راح، ما كانش. سيدنا موسى أيضا عنده أحداث كما نقدر راح نحكيوها بعد، ربما تجي في الكلام لأني مانيش حافظ الآية، ما نحبش أن نكسر الآيات، أنتم تعرفوا ذلك. إذن كان رب العالمين أنه لازم يفرح له قلبه، يعطيه تلك الشحنة الإيجابية اللي تخليه يكمل، هذا الطريق. وكانت حادثتين، الحادثة الأولى وهو إيمان الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج مع سيدنا عبد الله بن مسعود إلى البادية ليصلي، فاستطاع أن يدعو الجن وآمنت به الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأنا أقول لكم علاش السيرة شرح القرآن الكريم، إنا سمعنا قرآنا عجبا، راح نوصلها ونحكي عليها بأكثر دقة أو بأكثر تفصيل. الحادثة الثانية كانت حكاية الإسراء والمعراج، واللي كانت وكأنها رسالة من رب العالمين، تعالى يا محمد بعد كل هذا الاستضعاف وكل هذا القهر، كل هذا الظلم، كل ما حصل لك على مدار 10 سنوات، يوصل العام 10 ونوصلوك إلى هذا الحد من الحزن والقهر، فقدان الأحبة، لا يوجد من يدعم، لا يوجد الصاحب، فقر بعد 3 سنوات من الحصار، كل الصحابة مفتقرين، لأنهم لم يكونوا، ما كانوش يقاطعوا فقط في بنو هاشم، كانوا يقاطعوا في أبو بكر وفي عمر اللي ما كانوش تابعين لبنو هاشم، كانوا يقاطعوهم ويحاولوا دائما أنهم يضيقوا عليهم، سواء في الدعوة وسواء في المال والحياة العادية. لذلك وصل الإسلام إلى درجة من الضعف كبيرة، وكبيرة جدا. فرب العالمين بحكاية أو بحادثة الإسراء والمعراج حب يوصل للنبي، هاي قيمتك عندنا، هاي قيمتك يا محمد، وقيمتك يا محمد في السماء، فما بالك في الأرض. ورايحين نجيو أيضا بتفصيل الإسراء والمعراج في السلسلة. حبيت نتطرق لهذه الوقفة التاريخية بالنسبة لي، واللي هي أهم تاريخ في قيام الدولة المحمدية، باش نرجع للوراء. علاش نرجع للوراء؟ بكل بساطة باش نعرف الظروف التي ألزمت قيام الدولة المحمدية، الظروف
هي مجموعة من العوامل اللي تجتمع مع بعضها باش تحتم قيام الدولة الجديدة. وباش نعرفوها لازم نتكلم على جغرافيا ونتكلم على تاريخ، بما أنه الجغرافيا هي صنع الله في أرضه، فالتاريخ هو تفاعل صنع الإنسان مع الزمان في هذه الجغرافيا اللي صنعها رب العالمين. كذلك يجب نعرف لماذا رب العالمين قال أو قرر أنه يجب قيام دولة تكون للعالمين وما تكونش كبقية الإمبراطوريات اللي حاضرة واللي سبقت. كيف؟ وأنه في حاجة تعتبر فريدة بالنسبة لقيام الدولة المحمدية، هو أنه كل الإمبراطوريات السابقة سواء الرومانية سواء البيزنطية الفارسية أو الحبشة أو كذا، تجد أنه قامت الدولة بعد ذلك، حكمت الدولة هذيك واعتمدت دين غير فيه الناس، غير فيه الناس لدرجة أنه تجعل هذا الدين مجرد آلية لحكم أو لجعل من الناس اللي تحت يد الحاكم تتحكم فيهم كما يقول هو على لسانه. لذلك كل الديانات قاسها تقريبا التحريف، بما في ذلك التوحيد اللي جاء عليه جد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن الظروف اللي كانت محيطة، لماذا رب العالمين اختار مكة لتقوم منها هذه الدولة المحمدية؟ من كان يحكم العالم قبل ما تقوم الدولة هذه وقبل حتى الرسالة؟ وشن هي الديانات اللي كانت منتشرة قبل ما تخرج الديانة الإسلامية؟ كيف وصلت اليهودية أنها وصلت ليثرب في ذلك الوقت، ووصلت لخيبر، ووصلت حتى لليمن؟ كيفاش وصلت النصرانية لنجران؟ كيفاش وصلت النصرانية للحبشة؟ كيفاش الفرس حكموا اليمن؟ كل هذا راح نتكلموا عليه باش نحطوا في الصورة ماذا سبق قيام الدولة المحمدية. وهنايا راح نركزوا على أمر نتعرف أيضا الجيو استراتيجية. فنرجع مثلا 3000 سنة للوراء، ماذا كانت كجغرافيا مكة؟ كانت لا شيء. جغرافيا مكة اللي راح لها يعرفها، مكة واللي ما يعرفهاش يدخل للمابس ويشوف ما هي مكة. مدينة مكة، مدينة مكة هي مدينة في وسط حفرة، وادي بكة. الحكاية كيف قامت هذه المدينة؟ أن سيدنا إبراهيم جاءه الأمر من ربه أن يذهب إلى ذلك المكان، فذهب مع سيدتنا هاجر وابنها إسماعيل وكان رضيع. يوصلوا، يمشي النبي إبراهيم مع زوجته وولده، يوصلوا المكة. في الطريق سيدتنا هاجر تسأل وين رانا رايحين يا إبراهيم، فلا يرد عليها، ما يردش عليها. عندما وصلوا المكة الوادي بكة، خلاهم في المنطقة المحددة له من عند رب العالمين وجا راجع. يا رجل علاش راك مخلينا هنا في هذه المنطقة القاحلة؟ لا يوجد شيء، لا خيمة، لا كوخ، لا شجرة، لا حجرة. الحجر موجود لكن لا شجرة لا شيء آخر، لا يوجد شيء، لا يوجد ماء. فلحقته هو يتكلموا وجاءه الأمر من ربه أنه ما يردش، فلأنها زوجة نبي وكانت سيدتنا هاجر مسلمة لربها وتعرف ما بينها وبين ربها، قالت له أهذا أمرك أو أمر ربك؟ نظر لها وقال أمر ربي. قالت له إذا كان أمر من رب العالمين فلا خوف علينا، فهو يتولانا. وذهب سيدنا إبراهيم وبقات أمنا هاجر في ذلك المكان. فمع تعرفوا الصحراء الجزيرة العربية مكة ما هيش 30 درجة و 25 درجة، فالحرارة كانت شديدة، وكذلك الليل لم يكن سهل، ومعها رضيع لا يوجد لا لبن لا أكل لا شراب، ما كان حد شيء. فبدأت تشوف أنه سيدنا إسماعيل ربما لن يعيش، يعني يكون تزيد الظروف كما هكا. فبدأت أنها تسير بين ما يسمى الآن الصفا والمروة، تبحث عن أي شيء، يعني تروح للصفا ترجع للمروة لكي يفصح لك باش ما تبتعدش كثير على سيدنا إسماعيل. مع ذلك كانت تقوم باش تبحث بطبيعة الأمومة نتاعها، تبحث على أي شيء توكل به ولدها أو تشرب به ولدها. عندما ابتعدت شوية نزل سيدنا جبريل وضرب بجناحيه أمام سيدنا إسماعيل، فانبثقت الأرض بما يسمى الآن بئر زمزم. جاء ماء زمزم. لما رجعت أمنا هاجر وجدت الماء
فظنت أنه مانيش عارف، لم تعرف ماذا حصل، فحبت تحافظ عليه. عندما حبت تحافظ عليه بدأت تدز التراب، والحركة اللي يقوم بها في اللغة العربية يقال لها زم 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 زم، وكانت تتكلم من الفرحة نتاعها، زم زم باش تحافظ على هذاك الماء. حافظت عليه وعاشت به أيام، عاشت به أيام، وقدرت تعيش به عن طريق هذاك الماء. وكامرأة تعبادية عرفت كيفاش تدير خيمة صغيرة وكذا تقيهم من البرد ومن الحر. حتى في ذلك الوقت كان يحصل أمر في نفس التوقيت اللي كان سيدنا إبراهيم يهاجر فيه، كان يحصل أمر جلل، واللي غير شوية التاريخ في هذه المنطقة، وهو أنه في اليمن، اليمن كانت حضارة كبيرة تعيش على أنهار وإخضرار وكذا، وكان سد مأرب، ما يعرف بسد مأرب. في تلك المرحلة فانفجر سد مأرب، فانقص الماء بكثرة في اليمن. لما انقص الماء بكثرة أصابتهم المجاعة، عندما أصابتهم المجاعة بدأوا يخرجوا قبائل إلى جزيرة العرب. على واش يبحثوا؟ يبحثوا على الماء. هنا تاني باش نحطوا خطوط على كلمة الماء، باش نعرفوا أنه الماء البارح واليوم سيكون دائما هو الجانب الأول للحضارة أو للتمدن أو حتى لخلق الثروة وخلق الدول أو إنشاء دول وإنشاء إمبراطوريات. فخرجت قبيلة الثقيف، اتجهت وتوطنت في الطائف، وخرجوا الغساسنة وراحوا حتى لجنوب الشام. جنوب الشام هي الآن مثلا كي نقول لكم الغساسنة هي قطعة من فلسطين، قطعة من الأردن، وقطعة من السعودية. وكانت قبيلة أخرى اسمها قبيلة جرهم. قبيلة جرهم هذه مشات فوصلت تقريبا إلى مكة، مع أنهم هم كانوا مش رايحين لمكة، لأنه العرب خاصة اليمن كانت توصلهم تجارة، فيعرفون أخبار العرب، يعرفوا وش كاين في تلك المنطقة، يعرفوا وش كاين في تلك المنطقة. في مكة هذه ما يعرفوا عليها حتى شيء، لكن عندما هما مارين ويبدو أنهم كانوا قاصدين المدينة يثرب، يشوفوا مجموعة من الطيور قاعدة تطير. فالعرب كانوا يعرفوا لما يشوفوا بعض الظروف يعرفوا ماذا يحصل. عندما رأوا لما شافوا الطيور عرفوا أنه فيه منبع ماء، فقالوا على الأقل نروحوا نلموا شوية ماء نعمروا القرب نتاعنا وما يلزمنا للرحلة بقية الرحلة. يوصلوا لتما فيلقاو سيدتنا هاجر مع سيدنا إسماعيل وبئر زمزم. اليمنيين وما أدراك ما اليمنيين، يكفي أنه وش قاعدين يعملوا الآن من أجل خوتنا في غزة. اليمنيين هادو خلقت عندهم الرجولة، خلقت عندهم النخوة، خلق عندهم كل شيء. تصوروا معي مجموعة كبيرة، قبيلة كاملة، قبيلة جرهم هادية توصل تجد امرأة مع رضيع وهما يحتاجوا الماء، فكانوا قادرين يروحوا يهزوا الماء وإذا تكلمت ربما حتى يقتلوها. لا، بعتوا لها من يفاوضها، أتسمحين لنا شوية من الماء ونعطيك مقابل لذلك، نعطيك أجر. فقبلت. عندما قعدوا شوية يرتحوا شافوا بلي البئر تاع زمزم هذا لا ماهوش منبع صغير، هذا الماء هذا راهو بعد أيام يستناو فيه يشيح، يستناو فيه ينفد. فعرفوا أنه راهم أمام أمر ماهوش عادي، فطلبوا من سيدتنا هاجر إذا يمكن أنهم يقيموا في المنطقة بما أن الماء كاين. لما قبلت لهم أقاموا المدينة، وهنا بدأت قيام مكة المدينة. ماشي يحصل بعد ذلك، وهنا سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم ما همش عرب، إذن هاتني باش نعرفوا كيف نشأت مكة العربية، وكيف أصبح سيدنا إسماعيل اللي ما همش عربي هو تعرب. لكن بما أنه القبيلة جرهم جاءت من اليمن، واليمن هو قلب العروبة، كل العرب هناك. تشوف مثلا كي نقول لك ثقيف راحوا للطائف، وكي نقول لك باللي الغساسنة هم يمنيين، باش تعرف أنه من ملأ الجزيرة العربية هم يمنيين في الأصل. نصل إحنا يا باش نعيش في زمن يقتل فيه اليمنيون بطائرات أحفادهم الإماراتيين. شوف إلى أين وصلنا. وهذه ما نقولهاش، يعني وصلنا لبعض الأحيان أنه عندما يذهب يمني أن يشتغل
في مكان معين في السعودية، وما نقولش كل السعوديين وكذا، يهان لأنه يمني، رغم أنه من يكلمه هو أصوله يمنية، أصوله يمنية، هو يمني في الأصل. شوفوا ماذا فعل الاستعمار بنا عندما بنى بيننا جدران تسمى الحدود. وهذه هي اللي راح نشوفوها في قيام الدولة المحمدية. في الفعل المهم اللي قام به النبي عليه الصلاة والسلام هو كيف ريب هذه الجدران، ريبها الجدران، ريبها بين القبائل وبين المدن، وبدأ يفتح. وكلمة الفتح هاو معناها افتح الحدود، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، كلكم سواسية، كلكم سواسية كخلق، كلكم سواسية. إذن يرجع بعد سنوات، إذن سيدنا إسماعيل كان عاني، لكنه تربى على يد قبيلة جرهم، وجرهم عربية فتعربوا، وسيدتنا هاجر أيضا تعربت، لكن سيدنا إسماعيل أصبح أفصح العرب، أصبح أفصح من العرب. وعلى فكرة نفتح قوسين، لأن أهل الجزائر أيضا رايحين يلاحظوها، في اللغة العربية كاين حاجة اسمها الجلجلة. الجلجلة وش معناها؟ هو أن القاف تنطق قاف، وانتم تعرفوا انه احنا لما نتكلموا مثلا في الجزائر ما نقولوش اقول، قولوا نقول. كاينين مناطق مثلا في العاصمه يقولوا القاف، ينطقوا القاف، لكن احنا مثلا في الشرق الجزائري نقولوا نقول، نقولوا القاف. وهذه قمه الفصاحه العربيه، وهي يمنيه، وهي يمنيه لدرجه انه يقال في السيرة أنه عندما نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ويقول له اقرأ، لما رد عليه النبي قال له ما أنا بقارئ. فاشتعرف برك إلى أي درجة هذه اللغة تطورت وتعملت فيها صفات وزاد فيها ونقص فيها، لكن أصلها هو اليمن، اليمنيين هم العرب الأقحاح. وما أدراك ما ناس اليمن. إذن بعد سنوات، بعد ما كبر شوية سيدنا إسماعيل، يرجع النبي إبراهيم بأمر من ربي باش يبني البيت المعمور، ويبدأ في بناء البيت مع سيدنا إسماعيل، ويصبح البيت. ويأتيه أمر آخر من عند ربه ويقول له يا إبراهيم أذن في الناس. فيقول له يا رب العالمين كيفاش نأذن في الناس، أنا في منطقة قاحلة، أذن في الناس، لقد بمعنى أن رب العالمين يقول له راني أمرت أنه يكون هذه المنطقة منطقة مباركة، وراح تصبح منها أكبر دولة عرفتها البشرية تخرج منها. إذن يؤذن النبي إبراهيم، فبمعجزة من عند رب العالمين يتسمع صوته عند كل الجزيرة العربية، من شك فقط شي بث رب العالمين حب البيت الكعبة لكل العرب مهما كان ما يكونون، لكل العرب بث فيها الحب نتاعهم. وهنا بدات قصة صعود المنطقة وكبر المنطقة، لأنها أصبحت الحج. وشوفوا نزيدوا نحلوا قوسين هنا باش نهزوا العبر، لأنه السيرة النبوية وخاصة مش قاعد نتكلم عليها أنا، وهو قيام الدولة المحمدية، يجب أن نأخذ العبر. إن لم نأخذ العبر مانيش عارف شنو نأخذ. سيدتنا هاجر مشيتها بين الصفا والمروة أصبحت عبادة لنا إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا وحتى يوم الدين أصبحت عبادة. خطى امرأة عند ما يسمى بالدين الذي لا يحترم المرأة، عبادة عبادة. وأكرم رب العالمين نبيه إبراهيم بأن الناس تعبدوا بالوقفة نتاع إبراهيم واسمه إسماعيل. وبعد ذلك رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من ربي أيضا، فأراد أن يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبعث الله له بكبشين عظيمين، وأصبح الناس تضحي أيضا. فشوف كيف أن الحج أو شعائر الحج لليوم هي تقريبا، يعني باش تشوف وش حصل في ذلك الزمان، أنه بعد هذا كبرت الكعبة في عين كل الناس. وهنا تتكلم عن الجزيرة العربية، الجزيرة العربية مكة صغيرة جدا، لكن أصبحت عندها عظمة، يعني بعث رب العالمين حبها في قلب سكان الجزيرة العربية، أصبحت من يملكها، يعني كنقولوا هي ملكها رب العالمين، لكن من يديرها
اللي هما قبيلة جوهم أصبح لهم شأن عظيم عند بقية العرب. يمشي الزمان بنفس الطريقة مع قبيلة جوهم، سيد بعد سيد سيد بعد سيد. إذن باش يجي إنسان، باش يجي شخص اسمه فهر، وهو من أحفاد سيدنا إسماعيل مباشر، هو حفيد من أحفاد سيدنا إسماعيل مباشرة. سيدنا إسماعيل كبر مع قبيلة جوهم فتزوج منهم وعاشرهم وجاب منهم أولاد وأصبحت منه عائلة كبيرة وجاب منهم فهر. إذن فهر هذا كان عنده لقب، وشنو هو اللقب نتاعو؟ اللقب نتاعو كان قريش، ومنه جاءت قبيلة قريش، الاسم تاع قبيلة قريش. القيمة الكبيرة هذه طبعا عندما تعلو قيمتك بطريقة أخرى يجيوا لها الطامعين. فكانت قبيلة خزاعة سيدهم هو عمر بن لحي، وعمر بن لحي هذا حكاية حكاية، سنحكي جزء منها ونكمل في الحلقة الثالثة حكاية عمر بن لحي. إذن عمر بن لحي طمع في هذا الملك، كان سيد، كان يملك من الأموال شيء الكبير، لكن شاف باللي تنقصه المكانة تاع الكعبة باش يوصل لدرجة الشرف اللي كانت العرب في ذلك الوقت تتقاتل عليها. إذن يجهز الجيش نتاعو ويتجه إلى مكة. هنا فهر وجرهم عرفت باللي عمرو بن لحي أو خزاعة ستحاربهم، جهزوا نفوجهم وبداوا يحاربوا في بعضهم. بدات خزاعة تربح، وشاف جرهم باللي شاف جر وشاف فهر باللي خزاعة رايحة تاخذ، يعني راح تربح الحرب. فوش فعل؟ بداوا يحطموا في الكعبة، وبعد ذلك قالوا لا نحطم الكعبة. مالو واش داروا؟ طمروا بئر زمزم، طمروه تمر. فربحت خزاعة ودخلت المكة وحكمت مكة 500 سنة. خزاعة حكمت مكة من 500 سنة، وفيه جرهم فيهم اللي هرب، يعني راح تفرق عند ابناء عمومتهم وبقية المدن، وفيهم اللي بقى دخل في حكم عمرو بن لحي. هنا نلاحظوا حاجة، هنا عندنا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل جابوا ديانة التوحيد اللي هي الإسلام، ديانة التوحيد. تصوروا أنه مثلا الحجيج كانوا يلبون، كيف يلبون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كان الحجيج يلبون بهذه الطريقة التي نلبي بها إلى اليوم. نتوقف هنا، في الحلقة القادمة راح نتكلم على كيف، ماذا فعل عمرو بن لحي، وماذا ترك كبصمة عندما دخل وحكم مكة، وسنتكلم على كيف وصلت اليهودية حتى لليمن، وكيف وصل الفرس لليمن. تابعونا.